نشرت صحيفة الشرق الأوسط تحليلا لخفايا الصراعات الدولية في سوريا بعد محادثات غير معلنة بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وفرنسا من جهة أخرى. منذ بداية الأزمة السورية ربيع عام 2011 ومسألة تحديد مصير سوريا انتقلت تدريجيا من يد الشعب السوري إلى الأطراف الدولية المتصارعة على مصالحها على الأرض السورية. صحيفة الشرق الأوسط كشفت من خلال تحليل لها خفايا الصراعات الدولية في سوريا بعد محادثات غير معلنة بشأن سوريا بين كل من روسيا من جهة وأمريكا وفرنسا من جهة أخرى. التحليل أوضح أن روسيا تقود خطا موازيا للخط الغربي في سوريا تأمل أن تلاقيه مع الانتخابات الرئاسية السورية منتصف العام المقبل مع اعتراف غربي بنتائجها. أما الخط الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة فيأمل أن يلجم روسيا قبل ذلك بالضغط عليها بتفعيل المزيد من العقوبات على الحكومة السورية. وبحسب الصحيفة فإن العقوبات فعلاً أزعجت روسيا، لذلك لم تدخل في أي مفاوضات جدية مع الدول الغربية حول سوريا، كما أنها تريد تأجيل أي حوار أو تعاون إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، ربما رهاناً منها على شلل في أمريكا أو انسحاب من سوريا وفق ما ورد في الصحيفة. وبالعودة للخط الغربي فإنه أيد الهدنة في إدلب، كما شجع النظام التركي على الحوار مع روسيا حول مستقبل المنطقة، حيث لا تملك الولايات المتحدة إلا أدوات محدودة لا تمنحها التفوق هناك. التفوق الذي يملكه الغرب موجود في شمال شرق سوريا، إذ اتخذت واشنطن سلسلة من الإجراءات التنفيذية الواضحة لتعزيز وجودها العسكري هناك لردع كل من روسيا وإيران. كما تسعى أمريكا لرأب الصدع الكردي وكذلك دعم الإدارة الذاتية من خلال حرمان الحكومة السورية من النفط والموارد الطبيعية الاستراتيجية ودعم موقفها التفاوضي مع دمشق وموسكو في الملفات العسكرية والسياسية والخدمية. وبين الرهانات الروسية والغربية من المتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا في انتظار جلوس الطرفين إلى مائدة التفاوض بعد اختبارات مؤلمة من السوريين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الأكاديمي والإعلامي السوري غسان إبراهيم. أستاذ غسان، مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. دعني أبدأ بسؤالك حول المسؤول عن جزئية أن السوريين اليوم غير معنيين وليست لهم أي كلمة في حل أزمتهم، من يبحث ويحل الأزمة في نهاية المطاف هو المتدخل الأجنبي. يعني وحقيقة هذا سؤال كبير والإجابة عليه قد تتداخل، ولكن في نهاية المطاف اللوم هو على الشعب السوري، أو على الأحرى على من تصدر واجهة يعني العمل السياسي. بالدرجة الأولى النظام السوري، النظام السوري يملك أدوات كثيرة، هو كان من يتحكم بكل شيء، لم يكن هناك شيء اسمه معارضة، لم يكن هناك فصائل، لم يكن هناك إرهاب، لم يكن هناك تطرف، كانت كل الأمور بيده، ولكن سوء إدارة هذا المشهد أدى إلى فلتان أمني عندما دخل الجيش السوري، جيش النظام، وقاتل الشعب السوري وجعل الحدود مفتوحة، جعل سوريا مشرعة لكل طرف يريد أن يتدخل، دخلت تركيا وقطر والإسلاميون عندما لم يجدوا أحد يردعهم على الحدود، أصبح المقاتل السوري عنصر في الجيش السوري، بدل أن يحمي حدود سوريا أصبح يحمي حدود نظام الأسد. فمن هذا المنطلق هذه نقطة البداية، ولكن في نهاية المطاف أصبحت المسؤولية على الجميع. النظام ارتكب جرائم حرب، فصائل إسلامية قامت بأعمال مشابهة، الإرهاب دخل على الخط، دخلت فصائل طائفية ليس لها علاقة بالشأن السوري من حزب الله انتقالا إلى داعش والنصرة وفصائل متطرفة غير معنية بحياة الإنسان السوري. فوصلت الأمور إلى أنها حولت البلاد خارج إدارة يعني السوريين، وأصبح الشعب السوري يدفع ثمن ذلك، سواء نتيجة أخطاء النظام وجرائمه أو أخطاء المعارضة وجرائم الفصائل الإسلامية.
وأضف إلى ذلك أنه من تحالفوا مع السوريين لم يكونوا أصدقاء بمعنى الكلمة، كانت لديهم مصالح استراتيجية لاستخدام سوريا كورقة. ففي نهاية المطاف انتهت هذه الأطراف إلى الجلوس مع بعض والتفاهم على مصالحها دون أن يكون للسوري أي كلمة. شاهدنا كيف أن التركي والروسي يلتقيان يقرران مصير السوريين ثم يأتون ويجلب السوريين لينفذوا هذه الأوامر. فمن هذا المنطلق نعم. المسؤولية على من؟ الباب مفتوح كثيرا وسؤال كبير جدا، ولكن نعم. وجهات نظر متعددة يمكن أن تقدم إجابة جزئية حول هذا السؤال الكبير. جميل. طيب برأيك اليوم هل ثمة نفس أمريكي روسي مغاير تجاه القضية السورية؟ لا أعتقد أن هناك نفس مغاير، ربما هناك أدوات مختلفة. الجميع يتذكر أن من وصول ترامب إلى السلطة لم يتخذ أي قرارات سوى القرار المشؤوم عندما بدأ بسحب بعض قواته من الشمال الشرقي في سوريا، وفتح الباب للتركي في الشمال والروسي في الوسط والإيراني في الجنوب. فمن هذا المنطلق لم يكن هناك موقف أمريكي. الشيء الجديد الذي تبلور وكان مفاجئ هو قانون قيصر، هو هذا مؤشر كبير على أن الإدارة الأمريكية تمهد لمرحلة ما بعد الانتخابات، وأقصد بذلك المؤسسات الأمريكية بغض النظر عن من سوف يأتي لاحقا. هل سوف يبقى ترامب وبالتالي سوف تكون سياسته تصعيدية، أو سيأتي بايدن وبالتالي لديه أجندة مختلفة كليا وهي في نهاية المطاف سوف تكون ليست في مصلحة روسيا. ترامب سوف يكون معني بشكل أو بآخر بالوصول إلى الصفقة مع الإيرانيين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن صفقة مع الإيرانيين دون الحديث عن سوريا. ونفس الحالة أيضا بايدن يريد أيضا أن يزايد على سابقه في حال وصل طبعا، وهو ترامب سوف يحاول أيضا أن يفتح صفقة ويتحاور مع الإيرانيين، وهذا أيضا سوف يكون على حساب الروسي بشكل أو بآخر. فبالتالي كل طرف يهيئ إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، وكل طرف لديه قناعات مختلفة. الروسي يرى أن الأمر سوف يكون في مصالحهم، أن سوف تكون الأمور ما بعد الانتخابات سوف يمكن للروسي أن يلعب بشكل أكبر. ولكن أعتقد أن وجهة النظر الأصح أن ما بعد الانتخابات سوف تكون بيد في سلة الدول الغربية أكثر مما هي في سلة الروسي، وربما قد تستفيد إيران أكثر بكثير ما قد تستفيد روسيا. روسيا الآن هي نعم العفو للمقاطعة. الشرق الأوسط تحدثت عن تكثيف للغارات الإسرائيلية، تفعيل لقانون قيصر، دائخة اقتصادية غير مسبوقة في مناطق سيطرة الحكومة السورية. جملة هذه العوامل لربما تدفع الروس لطاولة الحوار قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هل تؤيد وجهة النظر هذه أستاذ غسان؟ يعني وجهة نظر مطروحة، ولكن لا أعتقد أن الروسي لم يتبقى الكثير للانتخابات بطبيعة الحال. فلو كنا نتحدث عن أشهر طويلة لربما كان هذا يؤدي إلى تغير كبير، هذا يتطلب تغير كبير في وجهة الروسي. لا أعتقد أنه سوف يحدث تغير كبير حتى يعني ما قبل الانتخابات الأمريكية. الروسي يراهن لما بعد الانتخابات، وأيضا الإدارة الأمريكية اليوم لا تريد أي تغير في المشهد، ليست مستعدة لفتح نقاش معمق مع الجانب الروسي، على تواصل مع الجانب الروسي بطبيعة الحال في الأمور التكتيكية واليومية. ولكن على المستوى الاستراتيجي لا الأمريكي لديه الوقت ومستعد لفتح مثل هذه الملفات، هو يهيئ لما بعد الانتخابات. والروسي أيضا ربما أيضا يسعى بنفس الوقت استغلال هذه الجمود لتهيئة الأمور إلى ما بعد ذلك. ولكن هل سوف نشهد مفاجأة؟ هل سوف يؤدي إلى انهيارات في بنية النظام نتيجة حجم هذه العقوبات؟ الجميع يشاهد، المواطن السوري اليوم ليس لديه أي شيء، والمؤيدون للنظام اليوم ليس فقط ينتقدون النظام بل ينتقدون إيران وروسيا، يقولون أنتم يا إيرانيون ويا روس لديكم النفط والغاز ونحن لا يوجد لدينا الحد الأدنى من هذه المادة. فبالتالي بدأنا نسمع أصوات من داخل النظام، مسؤولين سابقين، دبلوماسيين سابقين، ولكنهم في كنف النظام
يغردون الآن بلوم وعتب وربما انتقاد شديد للإيراني والروسي. فبالتالي هناك معطيات، هناك وجع كبير، وهناك فشل كبير من قبل النظام، لا يستطيع إدارة هالأزمة، وكل ما يقدمه من مسكنات لن تخدمه. البلاد متجهة نحو الشتاء، هناك كورونا، هناك نقص في المواد الطاقة، مواد الغذائية، فكل هذه المعطيات قد تخلق مفاجأة يرغب الغربي أن يشاهدها. بالنسبة للروسي، هناك محاولة لاختراق المنطقة الشرقية وفقا لما جاء في الشرق الأوسط من خلال محاولة إقناع دمشق بأن تعطي الإدارة الذاتية مركزية أو فيدرالية مرتبطة بالمركز. هل هذا الأمر ممكن بداية؟ وأيضا هل ممكن للروس أن يفعلوا موضوع اللجنة الدستورية بشكل مغاير للسابق وبالتالي يحققون ما يريدون برأيك؟ يعني أعتقد هي وجهة نظر، ولكن يعني لا أعتقد هناك ثقة متبادلة. لا النظام يريد أن يعتقد أن الأكراد مواطنين شأنهم كشأن السوريين ويتعاون معهم ويكف عن تخوينهم كما سمعنا من خطابات كثيرة، ولا الأكراد لديهم تجربة حسنة مع النظام، لا حتى ما قبل الثورة السورية. الأكراد السوريين أعتقد يتذكرون تماما ما حدث في عفرين. عفرين خان عفرين النظام السوري بأوامر روسية بصفقة مع الأتراك على تبادل بعض مناطق النفوذ. فبالتالي أعتقد أن الكردي السوري اليوم يثق أكثر بالدول الغربية، ويعتقد أنه في أيضا بالإضافة لثقته بالدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، لا يمانع بالحديث مع الجانب الروسي. هو في نهاية المطاف يريد أن يرسل رسالة للمحتل التركي. تركيا تحتل مناطق سورية فيها ربما تواجد كردي أكثر من باقي المكونات، فبالتالي من مصلحة الكردي السياسي السوري أن يرسل رسالة للأتراك أن نتحدث للأمريكي من جانب، ونتحدث للروسي من جانب، ونتحدث للدول الأوروبية، بينما التركي اليوم هو المعزول. ربما قد يكون هناك نشاط وحديث وعمل دبلوماسي مع الروس وربما مع النظام السوري، ولكن في نهاية المطاف لن يتبلور شيء. النظام السوري يريد كل شيء، لن يقدم أي شيء، ولذلك سوف يسقط. ليس سوف يسقط لأن هناك عمل عسكري ضده، بل هذه العقلية الانطوائية الإقصائية هي التي سوف تؤدي إلى الرفض جميع الأطراف للتعاون معه. والجميع شاهد يعني النظام السوري بدلا أن يبادر ويقدم حسن نوايا للدول العربية ليدفعها ليكون لها دور، أقصى الدول العربية وارتمى بحضن الإيراني وحضن الروسي، وأصبحت الأمور الآن خارجة عن سيطرته. وبنفس الوقت النظام، يعني أيضا علينا أن لا ننسى أن النظام يلعب على الثنائية الإيرانية الروسية. فبالتالي إن ضغط الروس على فكرة اللامركزية وسوريا فيدرالية، الأسد سوف يرتمي بأكثر بأحضان الإيرانيين، والإيرانيون غير لا يرغبون بوجود فيدرالية، لأنه أول من سوف يكون النموذج اللاحق هو إيران. إيران أيضا تعاني من إقصاء للمكونات هناك، هناك عرب وهناك أكراد وهناك مسيحيون، كل هؤلاء يعني لا يحصلون على حقوقهم. وفكرة فيدرالية في سوريا تعني لابد من تكرارها في تركيا وفي إيران، وإيران وتركيا لا يرغبون بمثل هذا الأمر. طيب سؤال أخير أستاذ غسان، اليوم بين المقاربتين المطروحة روسيا أمريكيا، الأزمة إلى أين في سوريا برأيك؟ يعني أعتقد مزيد من الوقت، يعني لا يوجد شيء، يعني شيء مضمون في هذا التصعيد من الطرفين. الروسي يبدو أنه يعني متعب من ناحية أنه داخل، وأعتقد أن يعني معركة عسكرية ودبلوماسية سريعة، ولكن لم يكن يتوقع مثل هذه العقوبات وشدتها، لدرجة أن يعني حسب المعلومات التي توفرت لدينا، بعض ناقلات النفط التي كانت تحاول نقل النفط أو الغاز أو مواد الطاقة من روسيا أو من إيران إلى النظام السوري خشية من العقوبات الأمريكية تراجعت عن مثل هذا الأمر، لذلك نشاهد هذه الأزمة الخانقة. فبالتالي هذه المؤشرات تؤكد أن روسيا غير مرتاحة ومستاء، والأمريكي غير مستعجل. الأمريكي ليس لديه تكلفة كبيرة يقدمها، وجوده العسكري هو وجود نقاط ارتكاز وليس سيطرة وتغيير، يعني تغيير جوهري على الأرض، بمقدار ما أن الروسي معني بإدارة كل شيء. عندما يحدث أي تصعيد في أي قرية سورية، السوريون لا يثقون بالنظام، يلجؤون للروسي. الروسي معني أن يحل أي أزمة داخلية على صعيد عائلات تحدث،
والنظام غير قادر على تقديم شيء. فبالتالي روسيا متعبة جدا من هذا الحمل، ولكنها تراهن على ما بعد الانتخابات. وأيضا الجانب الأمريكي والغربي يريد أن ينتظر أكثر، لأنه يعتقد أن كلما طال الأمد كلما أصبحت المعاناة أكبر، كلما أدى إلى خلخلة بنيوية داخل النظام تجعل روسيا متعبة من هذا الحمل. أنا بدي أتشكرك جزيلا على تواجدك معنا الأستاذ غسان إبراهيم الأكاديمي والإعلامي السوري، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا. بعد الفاصل مهجرو عفرين واستمرار المعاناة.